أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم. حلقة جديدة من الحقيقة سأكون مع حضراتكم فيها على مدار وقتها. أنا أحمد أبو زيد، سنسلط الضوء على آخر وأبرز التطورات والأخبار التي كانت حاضرة معنا على مدار ساعات هذا اليوم. البداية بالنشاط الرئاسي وتحديدا ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جولة تفقدية اليوم للأعمال الإنشائية الجارية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري شرقي القاهرة. وقد حرص الرئيس على الاطمئنان من العاملين مباشرة في المواقع الإنشائية المختلفة على سير العمل والانتظام والاستماع لآرائهم، وقد هنأهم الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. شدد الرئيس على حتمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصا على سلامتهم. وفي معرض هذه الجولة توقف الرئيس السيسي ليتحدث مع مجموعة من المواطنين ممن كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف وجودهم أثناء مرور الرئيس السيسي، وقد هنأهم الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان واستمع إلى أحوالهم وشدد بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات الأمان حرصا على سلامتهم. فقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً سيادته إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشدداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً على سلامتهم. مشروع فندم بيؤدي إلى تخفيف العبء المروري على المحاور المرورية داخل حي شيراتون، وربط فندم محاور أخرى جديدة من طريق السويس فندم إلى طريق جسر السويس وطريق صلاح سالم فندم، بديل لمدخل حسين كامل فندم من طريق السويس فندم عبر طريق الصعقة فندم. وأنا جاي كده هتلاقي في الحديقه فيها عريضه جدا، مفهوم فندم، واخد بالك، والشارع يا دوبك حارتين، مفهوم فندم، طب خلوهم اربع حارات عشان الناس تعرف تتحرك، مفهوم فندم، وكده مفهوم فندم، بحيث ان احنا بقى احنا دخلنا المنطقه كلها بالكامل، مفهوم فندم، وخلصناها، مفهوم فندم، يعني دخلنا المنطقه عملنا للناس اللي موجوده حريه حركه كويسه، وبالمره بقى مع المحافظه يرفع كفاءه الحدائق، تمام، وبعدين نشطب الشغلانه. النقطه الثانيه هنا الفضل، تمام فندم، لازم يبقى في جيرس قوي جدا، مفهوم فندم، لان خايف حد يكون ماشي بعربيته بسرعه ينزل ليه، مفهوم فندم، ده طريق يمينك ده ولا ده ايه؟ ده الخدمه فندم تكملت الطريق فندم، لسه في حوالي 8 متر فندم لسه هيكمله عشان لسه في ريتيننج جوه هنا فندم. اللي تحت ده اللي انا شايفه ده طريق خدمه فندم بيقدم على العمايل هنا، وهنعمل هنا فندم لاند سكيب ما بين طريق خدمه وطريق العمايل. يعني اذا كنتوا مدخلين مصدر ميه فندم وهنعمل فيه حدائق فندم، مش كده؟ مفهوم فندم. بس اوامر حاجه تاني؟ اوامر فندم. في اي ملحوظه تاني انت شفتها؟ تمام سيادتك، ابقى اتحرك بنفسك حوالين الاماكن دي، وقول لي وابعت لي حتى مع ايهاب ان احنا عايزين نرفع كفاءه شبكه الطرق، نعمل ايه؟ هل نوسع ولا نرصف بس؟ ومع المحافظه هم المسؤولين المره الجايه. انا مش عايز اقول على العيد عشان ما اظلمهمش، انا شايف في عربيات ميكروباصات واقفه، لو في موقف يتعمل موقف مظبوط، لان ما ينفعش ان احنا نبقى زي ما احنا كده في الشوارع. مش حلو. النقطه الثانيه شايف في موقف للجراج لشركه، يعني لا، اللي عايز يعمل حاجه لا يتعدى على اللي هو الشكل العام، الحدائق اللي موجوده تقترب، عايز تعمل حاجه تعمل جراج تحت الارض دور ولا اثنين تدخل فيه اللي انت عايزه، وتبقى تحافظ على شكل الحديقه والنظام العام اللي احنا تمام سيادة الفندم، هيتم التقسيم على المرور والمحافظة يا فندم بخصوص الموقف. حاجة تاني؟ أوامر فندم. شكرين. أوامر فندم. كما تفقد السيد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر، بما فيها كوبري الصاعقة وكوبري طريق النصر بجوار النادي الأهلي، والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي وحققت الانسياب المروري المطلوب، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة.
وقد توقف السيد الرئيس ليتحدث مع مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مرور سيادته. السلام عليكم. زي تمام. كيف فين؟ راح ودي عند أختها. زوجتك؟ مروت. زوجتك يعني؟ راح ودي عند أختها. أهلا وسهلا. ودي بنتك؟ ابني ده باشا. ابنك ماشي. ابني يا باشا. حرام عليك يعني خطر جدا. ولا في خوزة واحدة واحدة والله ماشي مفيش حاجة. لا لا انت مصمم. طيب واحدة واحدة ماشي واحدة واحدة. بتشتغل ايه؟ اشتغل دليفري. ها؟ دليفري. ساكن فين؟ ساكن في 4:30. تكسب كام في اليوم؟ الساعة ب 10 جنيه ونص الخدمة فقط. اشرح لي أكتر. يعني اشرح لي أكتر، اشرح لي أكتر. الساعة ب 10 جنيه ونص الخدمة فقط. يعني باخد نص الخدمة، لو مثلا الموزة بستة جنيه اخد 3 جنيه، لو مشوار ب10 اخد 5. متسكر انا متسكر معاك؟ لا متسكر انا. متسكر جدا. متسكر انا. ولو مشوار بعيد مثلا ب20 انا اخد 10 وهم 10. ما انتهى به هذا التقرير هو ما تجدر الإشارة إليه، لأن المساحات الإنسانية والوقفات اللطيفة التي لطالما أظهرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار عفوي مع مجموعة من المرة، سواء كان الحديث مرتبط بالتعرف على أحوالهم، بتفقد أوضاعهم المعيشية، بالتعرف حتى على مستويات الدخول بطريقة مبسطة وللفئات المختلفة. يعني حتى عندما سأله الرئيس عبد الفتاح السيسي عن متوسط الدخل أو عما يتقاضاه على مستوى المياومة أو على مستوى العمل بالساعة، كان في الأمر قدر ربما من عدم الوضوح. حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى على التعرف بصورة أكثر تفصيلا عن طبيعة ما يتقاضاه من أجر الساعة ب10 جنيه ونص الأجر فيما بعد ذلك. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد حتى وليست المرة الأولى أيضا لعدد من المرة ممن تصادف مرورهم أثناء جولة تفقدية للرئيس السيسي ممن يستقلون دراجة بخارية أو غيرها بضرورة الحفاظ على المهمات الخاصة بالوقاية، على الإجراءات الاحترازية الخاصة بأمان استعمال هذه المركبات وغيرها. ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس السيسي بهذه الوقفة والمسحة الإنسانية اللطيفة والبسيطة للغاية في شوارع القاهرة، وليست المرة الأولى التي يظهر الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بتفقد الأوضاع المرتبطة بالأعمال الإنشائية في شرقي القاهرة وفي غيرها. ربما فقط هي المرة الأولى في شهر رمضان المعظم، وحتى الحرص على تقديم التهنئة للعاملين وللأسرة وللمجموعة التي كانت تستقل هذه الدراجة البخارية. عمل متواصل حتى في نهار رمضان، عمل متواصل من الجميع على مستوى الارتقاء بالبنى التحتية وبالجمهورية الجديدة، كما يروق للرئيس عبد الفتاح السيسي دوما أن يستخدم هذا الوصف فيما نحن مقبلون عليه. فكل عام والجميع بخير إن شاء الله. في شأن آخر، قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها، حيث قام بتفقد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير وانتظام العمليات الأمنية. استمع إلى شرح مفصل تضمن عرضا للخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على الاستقرار التي أدت إلى عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها بمعظم مدن وقرى شمال سيناء بصورة كبيرة. قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها، حيث تفقد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على حالة الاستقرار التي أدت إلى عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها بمعظم مدن وقرى شمال سيناء بدرجة كبيرة. كما عقد لقاء مع مقاتلي القوات المسلحة
نقل خلاله تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لهؤلاء الأبطال لما يبذلونه من جهود وتضحيات أدت إلى استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن وقدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء كما قام بتكريم المتميزين تقديرا لتفانيهم في أداء مهامهم لدعم جهود الأمن والاستقرار بشمال سيناء كما قام بجولة تفقدية تضمنت المرور على مدينة رفح الجديدة التي تم إنشاؤها بأحدث النظم المعمارية لتكون مجتمعا سكنيا عمرانيا متكامل الخدمات والمرافق كما قام بزيارة رئاسة مجلس مدينة الشيخ زويد والتقى بعض الأهالي والمواطنين في شوارع المدينة الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة لعودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى شمال سيناء عقبها عقد لقاء مع محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات الأمنية والمرور على مستشفى العريش للقوات المسلحة لمتابعة مراحل إنشاء وتطوير مركز علاج الأورام بالمستشفى والذي أنشئ بأحدث النظم العالمية ليقدم خدمة طبية متميزة لأهالي مدن وقرى شمال سيناء حضر الجولة التفقدية قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة جولة شملت كل شيء تقريبا في شمال سيناء على المستوى المدني وعلى مستوى زيارة مركز العمليات الدائم بقطاع شمال سيناء والمستشفى كل قطاعات شمال سيناء المعروفة على مستوى ضبط الحياة اليومية زارها في هذه الجولة التفقدية الفريق محمد فريد واللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك يعني تاريخ حديث للغاية الذي عرفناه وخبرناه على مدار السنوات الماضية تحول فيها الوضع من واقع إلى واقع مغاير تماما كيف تبدل الحال في سيناء لتصبح والحمد لله على هذه الدرجة من الاستقرار والطمأنينة الحمد لله رب العالمين ليس مع العين فين المنظر اللي بنجد فيه رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيتفقد الحالة الأمنية في سيناء من خلال المرور على القوات القائمة بالحفظ الأمن سواء كانت جيش أو شرطة بيلتقي بالمقاتلين بيلتقي بالقادة بيتعرض عليه الموقف الأمني بالكامل بيزلل أي صعاب بيطمئن تماما على الحالة الأمنية وعلى خطط التأمين المخططة وإنها بتسير تماما طبقا للتخطيط ولا يوجد أي ثغرات أو أي مطالب للقوات أو للقيادات أيضا هو بيمر على المنشآت اللي موجودة في سيناء نجد رفح الجديدة اللي كان المكان اللي اتكلموا فيه كتير وقالوا فيه تهجير قصري لسكان رفح لا أدي مدينة من أعظم المباني اللي بتنشأ في القاهرة مش عايز أقول في مكان آخر موجودة هنا رفح على الحدود مباشرة هذه المباني هي لأبناء رفح اللي تم إخلاءهم من المنطقة الحدودية برغبة كاملة بعد كل التعويضات اللي خدوها وهذه المنشآت ليهم هم لكي يعيشوا فيها حياة كريمة أفضل بكثير من المناطق اللي كانت كلها أنفاق بتهدد الأمن المصري والأمن القومي كله أيضا مرور السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة في وسط المدنيين في مدينة رفح وفي الشيخ زويد بتعطي الطمأنينة والإحساس بالأمن للشعب السيناوي كله أيضا مرور على مستشفى الأورام اللي أنشأتها القوات المسلحة في العريش لأبناء سيناء كل هذا في إطار الدعم القوي من القوات المسلحة للجبهة الشعبية للأمن والأمان اللي يجب أن يشعر به كل مواطن في سيناء العملية مش مجرد قوات بتأمن أرض لكن منشآت بتتم وهذه نقطة جديرة بالوقوف عندها سيادة اللواء لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها قبل أكثر من 5 أو 6 سنوات الأمر ليس مرتبط بمقاربة عسكرية أو أمنية فقط إنما نحن ندير الأمر في إطار مقاربة شاملة تقوم فيها الأيادي التنموية جنبا إلى جنب أو بالتوازي ربما حتى مع البعد العسكري هل أوفت القوات المسلحة بعهودها في المضي قدما في خطط ومسارات تنموية إلى جانب المسار الأمني والعسكري أيضا بلا شك أن هذه الحالة من الأمن والأمان هي دية الطريق لإعمار سيناء بالبشر لزراعة سيناء بالبشر مش بالشجر وبالحجر فقط الأمن اللي احنا شايفينه
الناس اللي ماشيه في الشوارع في امن واطمئنان كامل، لم يعد هناك اي عمليات ارهابيه يعني الا كل فين وفين على ما نسمع عن عبوه كانت قديمه انفجرت لغم، ولكن اي اعمال ارهابيه الحمد لله رب العالمين سيناء تكاد تكون خاليه تماما الان من اي ارهاب، اللهم بعض العناصر الخامنه او الكامنه اللي ممكن تفاجئنا في اي وقت من الاوقات، والقوات مستعده ليها، يعني وجود هذه القوات هي لمواجهه اي عناصر خامده او كامنه ممكن تقوم فجاه تعمل اي حاجه، فالحفاظ على الامن هو لتنميه سيناء، لاعمار سيناء، لمنع سيناء او لكي تكون سيناء منيعه على اي اطماع. معلش اللقطه الحاليه، معلش سياده اللواء، اللقطه الحاليه ان يكون السيد رئيس اركان حرب القوات المسلحه يمر بالشارع ويستوقف احد المره بالسياره، يتوقف للحديث مع مجموعه من المواطنين في معرض هذه الجوله داخل شوارع العريش ورفح والشيخ زويد، مدلول هذا بالنسبه للمواطن المصري المواطن السيناوي هناك سياده اللواء؟ اولا هو ده الهدف من وجود القوات المسلحه، هدف وجود القوات المسلحه ان يشعر المواطن السيناوي المواطن المصري ان ارضه وبلده وترابه كلها امن وكلها امان، ان لم تشعر القوات المسلحه انها تؤدي هذه المهمه وترى هذا الاحساس بالامن والسعاده على وجوه ابناء سيناء على وجوه المدنيين لن تشعر القوات المسلحه انها ادت مهمتها، فوجود القوات المسلحه في الاصل وفي الاساس هو لكي يشعر كل مواطن على هذه الارض الطيبه ان هناك من يحميه بحياته لكي يعيش هو حياه كريمه مطمئنه، سيناء ان شاء الله هي ارض المستقبل، هي ارض النمو السكاني اللي هيخفف الضغط عن وادي النيل لكي تكون سيناء درعا كما ارادها الله سبحانه وتعالى، درعا طبيعيا وجغرافيا عن مصر في اتجاه الشرق، سوف تكون درعا ديموغرافيا ودرعا سكانيا ايضا، لن تشعر سيناء بعد اليوم بفراغ سكاني لكي يطمع فيها اي طامع، سوف تكون سيناء فيها توازن سكاني لا يقل عن التوازن الموجود في وادي النيل، وهو ده الامن والامان والاستقرار اللي القوات المسلحه بتحفظه وبتحافظ عليه، وكلها اهداف او بتسير في اتجاه هدف واحد والحفاظ على أمننا القومي العربي والمصري، وأن يشعر كل مواطن على أرض مصر أنه يعيش على أرضه آمنا مستقرا كما قال المولى من فوق سبع سماوات ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية، أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا. مشاهد راقية للغاية، مشاهد مبشرة تماما أن تأتي هذه الصورة من قلب شمال سيناء، من رفح والعريش والشيخ زويد، من هذه المدن والأحياء والشوارع، من المدن الجديدة ومن المدن القديمة، هذه صورة مطمئنة وتبعث على السعادة، ونتمنى دوام السعادة للمواطنين المصريين في كل بقاع مصر وتحديدا في شمال سيناء لما لها من طابع شديد الخصوصية بالنسبة للمصريين. في شأن آخر تنموي صرف هذه المرة، أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر أن العمل جار لبحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا، موضحا أن خط الربط بين مصر وليبيا القائم حاليا هو بقدرة 240 ميجا وات. أوضح الوزير أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت في عمل الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت ليتم من خلاله نقل الطاقة الكهربائية إلى الأشقاء في ليبيا، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على إيصال التيار الكهربائي لطرابلس بأعلى مستوى من الجودة والخدمة المميزة. أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا لاختيار استشاري عالمي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص بقدرة تصل إلى 3000 ميجا وات لمراجعة الشؤون المالية والفنية لهذا المشروع، موضحا أن الشريك القبرصية سلم وزارة الكهرباء الدراسات الخاصة بالنواحي التقنية والفنية ولم يبت فيها حتى الآن. قال الوزير إن الهدف من مشروعات الربط الكهربائي هو أن تتحول مصر محورا عالميا للطاقة من خلال الربط مع أوروبا وإفريقيا وكذا دول الخليج العربي. الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور أيمن أهلا وسهلا بحضرتك، ما هي الحاجة التي دعت إلى البحث في زيادة قدرة الربط الكهربائي بين مصر وليبيا؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للمتابعين الكرام. طبعا زي ما حضرتك اشرت ومعالي الوزير اوضح رؤيه الرؤى السياسيه لمصر ان تكون مصر مركز محوري لتبادل الطاقه،
ويمكن العمل موجود ل يعني ايجاد او وضع خطوط ربط جديده، وفي نفس الوقت تقويه الخطوط ربط اللي موجوده. اولا ده بيفيد في نقاط كتير جدا، من ضمنهم تلبيه احتياجات الدول الاشقاء، سواء ليبيا، سواء السودان، ايضا الاردن، ومنها طبعا الى العراق. بالاضافه الى جزء اخر مهم، وهو الربط ما بيننا وبين اوروبا من خلال قبرص واليونان. ده هيعتبر ممر مهم جدا ما بين افريقيا وبين اوروبا، خاصه ان اوروبا مهتميه جدا بالحصول على الطاقه من المصادر المتجدده، والحمد لله احنا عندنا اصبح في وفره، وكمان في نفس الوقت خطه مستقبليه واعده جدا للتوسع في الطاقات المتجدده، وافريقيا ايضا عندها طاقات كامنه من الطاقات المتجدده. ويمكن دكتور ايمن، لماذا نحن قبله الراغبين في التكامل او الربط الكهربائي؟ ما هي الميزه التنافسيه التي يقدمها قطاع الكهرباء حتى نكون بهذا التوجه الكبير من دول مختلفة في الإقليم لنكون نحن مصدر الكهرباء بالنسبة لهم؟ الأمر مرتبط بمجموعة معايير أو عوامل؟ بالتأكيد. أول معيار هو الموقع الفريد اللي بيتواصل ثلاث قارات ما بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، ده موقع استراتيجي مهم جداً. ايضا الطفره الكبيره اللي تمت في تقويه الشبكات، وكمان في الانتاج الطاقه الكهربائيه، اصبح عندنا وفره وعندنا احتياطي محترم جدا يلبي كل الاحتياجات الحاليه، وكمان في نفس الوقت يسمح لنا بتصدير الطاقه الكهربائيه. الشيء الثالث والمهم، وهو ثقه الدول الجوار في المخطط المصري او الخبير المصري في ان هو قادر على الربط، وكمان في نفس الوقت زيادة القدرة زي ما احنا قلنا للطاقات المتجددة، ومصر أصبحت يعني مركز للوكالات الاستثمار والمستثمرين في الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى قوة الشبكة اللي موجودة. أصبح عندنا، عايز أقول لحضرتك إن احنا في خط يوازي للبحر الأحمر والبحر المتوسط قدرة 500 كيلو فولت، ده بيعطي أفضلية كبيرة جدا بالنسبة للربط ما بيننا وبين الدول الجوار. المشروع المرتبط بالتكامل والربط الكهربائي مع دول شقيقة وصديقة في القارة الأوروبية أو في أفريقيا أو المنطقة العربية أو دول الخليج العربي بالطبع له بعد اجتماعي مهم، له بعد تكاملي مهم، لكن المردود الاقتصادي، كيف نقيم الجدوى الاقتصادية من مشروعات الربط دكتور أيمن؟ اولا على المستوى المباشر، وهو تصدير الطاقه الكهربائيه، وده عامل مهم جدا. ايضا كمان الممر دكتور ايمن، فقدنا الاتصال للاسف بالدكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء. اذا امكن العوده اليه مجددا سنحاول التواصل معه من جديد للوقوف على بعض هذه النقاط المرتبطه بالجدوى الاقتصاديه لتصدير الكهرباء والربط، للتعرف حتى على النطاقات الجغرافيه التي يمكن ان نصدر عندها. هل نصدر مثلا الى شمال السودان وفقط، ولا بمجرد ايصال الكهرباء الى السودان سيكون متاحا ان يستكمل الاشقاء في السودان مسيره ايصال الكهرباء الاتيه من مصر الى باقي القطر الى شرق ليبيا فقط، ولا الوصول حتى الى طرابلس كما كانت تصريحات الدكتور محمد شاكر بان مصر قادره على ايصال ومد خطوط الربط الكهربائي مع ليبيا وصولا حتى الى غرب ليبيا في طرابلس قبرص ذات الامر؟ طفرات معتبرة أحدثتها القطاعات الكهربائية، قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر على مدار السنوات الماضية، من دولة تحقق معدلات عجز كبيرة للغاية من وقت أغلب أوقات الصيف كنا نعاني قطاعات متتالية من التيار الكهربائي، إلى دولة والحمد لله هي مقصد وقبلة الراغبين في خلق تكامل على مستوى الطاقة وكذلك للمضي قدما في مشروعات ربط كهربائي بشكل أكثر توسعا. دكتور أيمن عاد إلينا من جديد. دكتور أيمن، أجدد الترحيب بحضرتك، وكنا قد توقفنا عند مسألة الجدوى الاقتصادية من مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الجوار. لا يعني لن تكتب لنا على ما يبدو. أشكر دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء على أي حال، وسنحاول نحن أيضا بدورنا أن نكمل تواصلنا في ساعات إخبارية تالية أيضا مع الدكتور أيمن، نشكره شكرا جزيلا. أصدر وزير الزراعة توجيهات للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات المختلفة بتشديد الرقابة وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش على مواقع تصنيع وبيع وتداول الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة بمناسبة شم النسيم.
قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة تتواصل حملات التفتيش المفاجئة على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع منتجات اللحوم خلال الإجازة وأعياد الربيع وشم النسيم، مؤكدا أن الأولوية الأولى للحملات التفتيشية هي ضمان تداول منتجات غذائية آمنة وصحية لحماية الصحة العامة للمواطنين. الدكتور ياسر شريف مدير عام التفتيش بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور ياسر أهلا وسهلا بحضرتك، كيف يتم وضع المعايير التي على أساسها نستطيع تقييم سلامة المنتجات من هذا النوع تحديدا الأسماك المدخنة والمملحة؟ أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية بنهني الشعب المصري باستقبال أعياد الربيع، كل عام والمصريين جميعا بخير. كمان بنهني إخواننا المسيحيين شركاء الوطن بعيد القيامة المجيد، كل عام وهم بخير. احنا بنعمل تعديلات الاول للهيئه على المدار العام كدور رقابي على الاسواق وتداول اللحوم ومنتجاتها وضبط كافه المخلفات واتخاذ الاجراءات القانونيه بالتعاون والتنسيق مع ادارات التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفه وبالاشتراك مع الجهات الرقابيه المعونه من مثل الرقابه التموينيه وشرطه المسطحات وشرطه مباحث التموين. في البدايه احنا بيهمنا ان وصول منتج غذائي امن وصحي للمستهلك ويكون على درجه من درجات الجوده الجيده للاستخدام والاستهلاك، بتقابل الجوده دي بتقابل التكلفه اللي بيدفعها المستهلك في المنتجات الغذائيه دي. الجانب الاكبر من هذه المنتجات دكتور ياسر محلي المنشا ولا هناك قطاع او جانب من هذه المنتجات يتم استيرادها؟ هي معظم المنتجات دي بيتم التصنيع للمنتجات خاصه اللي هي الرنج الاسماك المدخنه، بتتم التصنيع عن طريق اسماك الهرنج، ودي اسماك بتبقى مستورده من دول الاتحاد الاوروبي، بيتم استيرادها بالشروط والمواصفات القانونيه المطلوبه للمواصفات حسب المواصفات والمعايير المصريه والمواصفات القياسيه المصريه المطلوبه للدوله المصريه. بتقوم بعد كده المصانع باخذ هذه الاسماك والقيام بتصنيعها على حسب المنتج اللي بيخرج منه الاسماك المدخنه، مثل عمليات تصنيع بالتدخين على البارد او على الساخن او نصف ساخن، وطريقه التعبئه والتغليف بعد كده، والحفظ دي بتاخد درجات معينه للحفظ وفترات صلاحيه اخرى لكل منتج على حد. دكتور ياسر، هو الفسيخ كمنتج مثلا هل هناك معايير او ضوابط مرتبطه بسلامته؟ يعني هل هناك اشتراطات صحيه مرتبطه بشكل التصنيع بشكل تداول هذا المنتج؟ تمام. في البدايه نحب نعرف ان اي منتج بيتم تداوله في الاسواق من المنتجات سواء الاسماك المملحه او الاسماك المدخنه، ومنها طبعا الاسماك المملحه بتشمل الفسيخ وال كل منتج من المنتجات ديت ليها مواصفة قياسية محددة في المواصفات القياسية المصرية، كل منتج ليه اشتراطات وضوابط في عملية التصنيع بتاعته ودرجات التمليح والدرجات بتاعة الحفظ والفترات الصلاحية والتخزين بتاعته، كل شيء من الخطوات بتاعة التصنيع لازم تعتمد على المواصفة القياسية المصرية. يعني ما فيش منتج بيتم تصنيعه وخروجه غير مطابق للمواصفة القياسية المصرية، وده دور الأجهزة الرقابية عندنا اللي هي بتقوم بعمليات حملات التفتيش علشان تشوف هل المنتجات اللي موجودة في الأسواق ومعروضة دي فعلا بتنطبق عليها المواصفات القياسية المصرية ولا مخالفة للاشتراطات والمواصفات. في الحالة دي بيتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعرضهم وتحرير المخالفات ديت وعرضها على النيابه العامه لاتخاذ ما مش عارف حجم الاقبال، يعني قياسا بتزامن شم النسيم
مع شهر رمضان المبارك سيكون على أي مستوى، لكن بشكل عام لو كان هناك خطوط عريضة لمن أراد أن يشتري هذه المنتجات، طبيعة النصائح التي يمكن أن توجه إليهم دكتور ياسر؟ بالنسبة للشراء الأسماك المملحة والمدخنة بيفضل طبعا أن يتم الشراء من أماكن موثوق فيها ومن علامات تجارية معتمدة. ما ينفعش ان انا اشتري منتج من الباعة الجائلين في الاسواق، لان ده منتج ممكن ما يكونش لا محفوظ بصورة جيدة ولا مصنع بطريقة كويسة، وده اللي بتقوم به الاجهزة الرقابية انها بتحاول تتتبع هذه المنتجات وتقوم بضبط الفاسد منها وتحرير المخالفات بتاعتها. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور ياسر. اتفضل باختصار. اتفضل دكتور ياسر. اتفضل يا فندم. بالنسبه للعلامات اللي ان انا اقدر اميز منتج جيد او غير جيد، في الشكل العام للمنتج بتختلف من اذا كانت فتيخ مثلا او اذا كانت رنجه. الرنجه ليها اللون الذهبي المميز ليها، يكون لمعة الجلد بتاعها، ما يكونش فيه قشور على المنتج. الفتيخ العكس بتاعه بقى بيكون اللون الفضي الموجود من الخارج بتبقى فيه قشور، تكون اللمعة بتاعت العين لسه موجودة. المنتج من الداخل اللحم ما يبقاش متهتك، ما يبقاش النسيج بتاعه لزج، بتبقى اللون بتاعه لون وردي من الداخل. ما يبقاش بني او في سوائل مدممه او في علامات من علامات الارتشاحات او التسلخات في الجلد. تماما. دكتور ياسر الشريف مدير عام التفتيش بالهيئه العامه للخدمات البيطريه، اشكر انضمام حضرتك الينا، شكرا جزيلا. فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال ما تبقى من فقرات هذه الحلقه. أهلا بحضراتكم من جديد. جهود موسعة تبذلها مؤسسات الدولة المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المعنية على المستوى العالمي لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من جهات ومن مستويات ودول مختلفة. الرغبة في توفير ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، وسعيا للتوسع في عمليات تطعيم المواطنين بكل اللقاحات الممكنة بما يضمن سلامتهم ويسهم في تطويق هذا الفيروس. كما جدد رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة بالأمس التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدا متسارعا في تسجيل أعداد الإصابات بهذا الفيروس. رئيس الوزراء كان قد شدد أيضا على جميع الجهات والوزارات المعنية منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع مراكز التسوق والمقاهي التي تخالف تطبيق هذه القرارات والوصول حتى لو اضطرت إلى إغلاقها فورا. عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث. دكتور هاني أهلا وسهلا بحضرتك. نحن مقبلون على ذروة الموجة الثالثة ولا نحن في قلب الذروة؟ مساء الخير يا أحمد. أهلا وسهلا. كل سنة وانتم طيبين جميعا ومصر كلها بخير يا رب. احنا الحقيقة بدأنا الموجة الثالثة بقالنا يعني حوالي أكثر من 10 أيام أو أسبوعين، واحنا الحقيقة في يعني معدل الصعود. ما نقدرش نقول ان احنا بلغنا الذروه، لا احنا لسه بنعلى. وانا اعتقد يعني لو بصينا للموضوع بشكل علمي فمعدلات زياده هذه لغايه ما توصل الذروه غالبا دي بتبقى في الاسبوع الثالث او الاخير من مايو. بعد كده بيحصل ثبات، ما يحصلش ارتفاعات ثاني، يقعد فتره ثلاث اربع اسابيع ثبات يعني تقريبا لغايه اخر يونيو. 21 يونيو يبدا فصل الصيف. بتبدا معاها باذن الله ينزل انخفاض تدريجي لغايه لما نوصل زي السنه اللي فاتت اخر يوليو اغسطس سبتمبر اقل معدل. وحضرتك بتستعرض المنحنى البياني وكانك بتعيد تماما سيناريو العام الماضي في الموجه الاولى تقريبا، يعني بنفس التواريخ. ما احنا بنتعلم من الخبرات بتاعتنا اللي بنشوفها طبعا. لكن احنا دلوقتي في البدايه الثالثه. طيب ليه حصل الموجه الثالثه دي؟ ليه حصلت كده؟ في كذا عامل حقيقه.
الحقيقه خليني اكلمك بمنتهى الصراحه، يعني طبعا يعني احنا تهاوننا قوي الفتره اللي فاتت بالفيروس، يعني خلينا نتكلم بصراحه. بالاضافه طبعا لعامل مهم جدا، احنا في فصل الربيع. فصل الربيع بدا 21 مارس بينتهي 20 يونيو. فصل الربيع ليه صفات، بيحصل حضرتك ايه ارتفاعات فجاه في الحراره ثم انخفاض ثم ارتفاع وانخفاض، الارتفاعات والانخفاضات المتتاليه مع الرياح المتربه دي الحقيقه من العوامل اللي بتساعد على انخفاض الفيروس، وفي نفس الوقت بتقلل وتضعف من نشاط الجهاز المناعي. فطبعا دي بتؤدي الى زياده الاصابات وانتشارها اكتر، وده اللي احنا شفناه في خلال فصل الربيع. ده بما لا يتعارض مع معطى اخر البعض بيذهب اليه، ان فصل الشتاء بيشكل ايضا بيئه خصبه لنشاط الفيروس او لتنامي نشاطه، ما اعرفش اذا كان ده مكمل للمعطى اللي حضرتك بتشير اليه. هو سيادتك البايم او الفيروس خلاص احنا تاكدنا علميا انه فيروس موسمي. هو بيبدا نشاطه امتى حضرتك؟ مع الخريف، واللي هو فاكر سيادتك بدايه الموجه الثانيه، فضل مع اول اخر اكتوبر نوفمبر بيزيد، فضل يزيد واستمر في الشتاء، لكن كان في حاله ثبات، يعني في حالات بس ما كانش فيه معدلات بترتفع، لكن طبعا كان موجود طول الشتاء. عشان كده فيروس موسمي، يعني ايه؟ خريف شتاء ربيع ثم يختفي الفصل باذن الله. طيب دكتور هاني، حضرتك اشرت الى فكره التهاون او التراخي في التعامل المجتمعي بشكل عام مع هذا الفيروس، من يعني يتابع المسار اللي سرنا فيه في استقبال الموجه الاولى حتى قبل ان نسجل ارقام كبيره كان مستوى الخوف والاحترام لهذا الفيروس والاجراءات الوقائيه كبير، وفي بعض الاحيان كان مبالغ فيه يصل الى حد الوسواسه. هل هناك تفسير نفسي او علمي لفكره التراخي المفرط برغم ان الخطر اصبح داهم ويحيط بالجميع تقريبا؟ الحقيقه المشكله دي مش بس حصلت عندنا في مصر، لا في العالم كله. صحيح. يعني طبعا الانسان بطبيعته حضرتك ما بيقدرش يعني حريته تبقى عليها قيود فترات كبيره، فبيجي عليه فتره بيحصل له نوع من البلل. فطبعا هو لابس الكمامه في تباعد وكده. لما قعد السنه اللي فاتت كده تلاحظ السنه اللي فاتت كان ناس فعلا يعني محافظه اكتر من دلوقتي. صحيح. طلع كده سيادتك البيان بتاع السيد وزير الصحه الاسبوع اللي فات قال لك ان احنا ارقام الاسبوع اللي فات اربع اضعاف الارقام نفس الاسبوع السنه اللي فاتت. فطبعا احنا طبعا الناس بقى عندها نوع من الملل وبقت يعني حاسه انه يعني مش قادره، فحصل تهاون. بس انا ليا راي دايما بقول انا مش عيب دايما ان انا اغلط، لكن العيب ان انا استمر في الغلط. صحيح. عشان كده لازم نقف مع بعض كلنا ونفكر تاني ونلحق نبقى نفسنا من دلوقتي عشان ما تبقى اصابات زياده، بس ما تبقاش اصابات باعداد كبيره. لو احنا التزمنا بشده بالاجراءات الاحترازيه نقدر نتحكم في الموجه الثالثه باذن الله. طيب المسار الاخر اللي العالم كله بيذهب اليه بحرص وبعنايه وبدأب شديدين خطة اللقاحات وكل اللقاحات المنتجة، لكن يعني نحن في مصر مغرمون دوما بإبداء وجهة النظر الطبية وتقديم الوصفات العلاجية، سواء كان مقدم الوصفة محاسب أو مهندس مدني أو يعني بيعمل في مجال الطاقة مثلا، لكن هو مغرم دوما بتقديم الوصفات العلاجية وإبداء الرأي الطبي. اللقاحات الكل بيتحدث وبيفتي فيها ويعني كما يقولون يهرفون بغير معرفة. ما هو الرأي السديد الذي يمكن أن يقدم في مسألة اللقاحات دكتور هاني؟ طبعا شيء مؤسف، يعني ده مش بس يعني ده في ناس أساسا مش يعني معهمش بكالوريوس حتى ولا أي حاجة وبيفتي. بص حضرتك، جميع اللقاحات لغاية دلوقتي اللي يعني موجودة في العالم كله ثبت إنها فعالة. قد تكون الفعالية مثلا 70% أحيانا. صحيح. 70%. لكن الحقيقة كلها فعالة، يعني وعشان كده أنا يعني بأناسب المواطنين الإقبال، لان خلي بال حضرتك احنا اذا كنا بنقول الكمامه خط الدفاع الاول فاللقاح خط الدفاع الثاني، وهو ده اللي باذن الله اللي هينقذ العالم من هذا الوباء ان شاء الله. لابد ان احنا نحرص على اي تطعيم، يعني احنا الحمد لله سجلنا كمان سبوتنيك الروسي كويس قوي، ولو كان كل اللقاحات موجوده برضه كويس قوي، مصر التاسعه يبقى كل اللقاحات موجوده، جميع اللقاحات كلها فعاله. انا بقول للناس ما حدش يقول لك ايه لا اصل ده مش عايز، كلهم كويسين، وانا بقى ناس الناس يعني طبعا. الحاجه الثانيه ساعات تطلع ناس برضو كده الاشاعات زي ما ستك عارف يقول لك لا اصل ده خطر، تعال نشوف حضرتك الاثار الجانبيه على مستوى العالم وعلى مستوى المحلي هنا، تجد ان مثلا الاثار الجانبيه زي ارتفاع خفيف في الحراره يوم صداع نسبتها قد ايه؟ قليله، يعني قليله جدا، يعني لما تشوف مثلا 300 مليون خمسه او ثلاثه حصل لهم مشكله. نعم. ده احنا في ادويه اللي بناخدها طول النهار دي المسكنات بتاعت الحراره
اثارها الجانبيه اكثر من اللقاحات دي. هو بيسال يعني كل المتحدثين عن ان العرض الجانبي او الاثر الجانبي للقاح ولا الاثر الجانبي الفتاك للفيروس لا قدر الله. دكتور هاني انا اشكرك شكرا جزيلا. دكتور هاني الناظر الرئيس الاسبق للمركز القومي للبحوث منضما الينا عبر الهاتف، اشكره شكرا جزيلا. لن نبتعد كثيرا عن واقع الفيروس وطريقه التعامل الدوليه المختلفه، حيث اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للصحافه صباح اليوم أنه سيتم تأخير ساعة حظر التجول إلى 9 مساء في 19 من شهر مايو المقبل، ثم إلى 11 ليلا في 9 من شهر يونيو المقبل قبل أن يرفع تماما مع نهايات شهر يونيو. في الوقت ذاته أعلنت فرنسا قبل قليل رصد الإصابة الأولى لما يعرف بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد. كالمعتاد خالد شقير مراسلنا من مارسيليا ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. خالد، وكأن يعني المؤشرات الإيجابية تلوح في الأفق، جدولة رفع الحظر بشكل جزئي وصولا إلى رفعه بالكامل في 30 من يونيو بدأت تطرح من قبل الرئيس ماكرون. تحياتي زميلي العزيز أحمد ليك ولكل السادة المشاهدين. بالطبع أحمد، وبالرغم من أن كثير الأعداد ما زالت متواصلة في يعني التسجيل، 26 ألف أو أكثر من 26 ألف في آخر 24 ساعة حالة إصابة، 321 في حالة وفاة. أما بالنسبة للمتواجدين في غرف العناية المركزة أحمد فما زالوا طبعا أكثر من 5000 و800 حالة. هذه الأعداد تدعو الجميع للحذر والحيطة في هذه المرحلة، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون استطاع أن يحدد اختياره الجديد وهو عملية التعايش مع هذا الفيروس. التعايش مع الفيروس هذا هو اختيار وليس رهان، لأن كلمة رهان غضب منها الرئيس إيمانويل ماكرون عندما التقى ببعض من الصحفيين ليعلن للفرنسيين عن طريق الصحفيين المحليين عن هذه الخطة التي ستكون على حوالي 4 مراحل. هو خالد، إيمانويل ماكرون أصلا عندما كانت تطرح في كل الاجتماعات الحكومية مسألة الإغلاق جزئي أو كلي كان يرفضها تماما إيمانويل ماكرون ولم يذهب إليها إلا اضطرارا. المؤشر المقبل أيضا سيكون مرتبط بخطط تقديم اللقاحات في فرنسا، كيف تبدو؟ بالنسبة لهذه العملية، عملية الاختيار أحمد، هي جاءت بناء على موضوع محاولة الحفاظ على الحالة الصحية من ناحية والحالة النفسية والحالة الاقتصادية أيضا، مع العلم أن مع تسريع وتيرة التطعيمات واللقاحات أحمد، أكثر من 15 مليون ونص فرنسي تم أخذهم اللقاح على الأقل بالجرعة الأولى، أما في الجرعة الثانية فحوالي 6 مليون منهم تم أخذهم الجرعتين. الرئيس إيمانويل ماكرون كما أكد بالنسبة لهذه الخطوة الهامة، وهو مجرد الدخول إلى هذا أو الخروج من هذا الحظر الصحي والحجر الصحي عفوا وحظر التجوال، يعني بصفة يعني متتابعة ومرحلية ليس على جميع مستوى التراب الفرنسي، لأن هناك ما زال كثير من المقاطعات، هناك 8 مقاطعات أحمد تزيد عدد الإصابات فيها أكثر من 450 لكل 100 ألف، وهذه بالنسبة لهذا الأمر هو موضوع مرتفع للغاية. خالد، أخيرا دول عدة في أوروبا وفي غير أوروبا بدأت تكسر مسألة الفئات ذات الأولوية في تلقي اللقاحات، وستتيح لكل البالغين ربما مطلع يونيو أو يوليو المقبلين لتلقي اللقاحات وطلبها مباشرة. هل ستذهب فرنسا أو تمضي نحو هذا التصور، ولا الحصص التي نالتها فرنسا لا تسمح لها بذلك؟ الرئيس إيمانويل ماكرون رفض يعني طرح هذه الفكرة، ولكنه قال أنه في هذه المرحلة لن يتم السماح للجميع بالتطعيمات، سيتم السماح للأكثر عرضة للأمراض ولكبار السن، أما هذه المرحلة فيمكن أن تدخل بعد أن يتم أخذ اللقاحات لكل الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع الفرنسي، وهم يقدر عددهم تقريبا بحوالي 20 مليون فرنسي من
67 مليون عدد الشعب الفرنسي. إذن هذه النقطة على وجه التحديد الرئيس إيمانويل ماكرون لم يقدم جوابا واضحا، ولكنه أجل هذه الخطوة وقال أننا عندما نقوم بإعطاء التطعيمات لكل من هم الأضعف وأكثر عرضة للإصابة بالطبع سيتم إتاحة الفرصة للجميع. وبالنسبة للمتحور الهندي أحمد، هناك إجراءات احترازية في المطارات الفرنسية، وذلك لمحاولة منع دخول هذا الوباء إلى فرنسا. وللأسف الشديد تم رصد حالة من المتحور الهندي في إحدى المقاطعات الفرنسية، وهذا خبر سيء للغاية. الخبر الإيجابي الوحيد أحمد هو أن التطعيمات يمكن يعني استطاعت آخر التحليلات أو الدراسات تؤكد على أن من يحصل على التطعيمات لا ينقل العدوى إلى غيره. من المعروف أن التطعيمات لا تمنع الإصابة بالمرض، ولكن تمنع الإصابة بتطور المرض والدخول إلى غرف العناية المشددة. شكرا جزيلا لك خالد شقير مراسلنا من مدينة مارسيليا في الجنوب الفرنسي، أشكرك شكرا جزيلا. انتهت هذه الحلقة من الحقيقة، في أمان الله.